اكو مورد ثاني هم كون نصبر. المورد الثاني ما اقدر اسولف به كثيرا، اترك الى اليوم الاتي ان شاء الله تعالى، لان الوقت شارف على الانتهاء، بس هيك الان اشر عليه بسرعه. انسان يواجه بالحياه امور بعكس الامر الاول، يعني امور ما تلائم رغبته. الامر الاول شنو؟ تلائم رغبته. لا، بعض الاحيان الانسان يبتلى في الدنيا بامور ما تلائم رغبته، هنا هم كون يصبر. مثل ما بالامر الاول يصبر، بالامر الثاني هم كون شنو؟ يصبر. لينهار، ليعتبر الدنيا خلصت. الله تعالى يقول في كتابه: ان مع العسر يسرى، فان مع العسر يسرى. توقع الان بعسر، العسر بعد شنو؟ يسر. فانتظر اليسر، اصبر. هذا الامر الثاني. في القران الكريم اتمنى نص الايه يكون ببالي: نصبر على ما اذيتمونا. على ما شنو؟ اذيتمونا نصبر. هذا الامر الثاني. رب العالمين يبتلي الانسان بمرض، انسان يبتلى بالفقر، انسان يبتلى ذرية ما عنده، انسان يبتلى بمشكلة، انسان يبتلى بامور اخرى على هذه الشاكلة، اصبر. في لحظة من اللحظات رب العالمين يفرج، مع العسر يسرى. إبراهيم ما حصل ذرية تجاوز 100 سنة، ما صار عنده ذرية 100 سنة، بعدين رب العالمين شنو؟ أعطاه ذرية، أعطاه ذرية. أيوب عليه السلام مرض، مرض شديد، بعدين رب العالمين شنو؟ شافاه. هذه أرقام ذكرها القرآن الكريم، مهمة ذكرها حتى نستفيد منها بحياتنا، نتعلم منها بحياتنا. لا تيأس، ماكو يأس، اصبر. الشدة بعدها فرج إن شاء الله تعالى، فيصير عندك أمل بالله تعالى. لا تيأس بمرض، لا تيأس بفقر، لا تيأس بمشكلة واقع بيها، لا تيأس. مد إيدك لله تعالى فيصير عندك أمل باستجابة الدعاء، ورب العالمين على ساعة يفرج الأمور إن شاء الله تعالى. اللهم فرج عنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، يسر أمورنا يا رب بجاه سيد الشهداء عندك. هذا أمر ثاني يبتلى به الإنسان، والإنسان كون يواجهه بالصبر. أنا شنو جابني على هذا الكلام؟ ما أدري يتذكرون الإخوة شنو جابني أو ما يتذكرون الإخوة شنو جابني. فاصبر صبرا جميلا.